العاصمة اليمنية صنعاء مكان عرفه عمر فاروق عبد المطلب جيدا، فهذا النيجيري الشاب المتهم بمحاولة تفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة يوم عيد الميلاد كان طالبا في معهد صنعاء للغة العربية الصيف الماضي. عندما كان يدرس هنا كان هادئا جدا ومنطويا، لست متأكدا إذا ما كان مستمرا في الدراسة عندما كنت هنا، فهو كان يقضي معظم وقته في غرفته يقرأ ويصلي. هذا شريك عمر في الغرفة. محاولة اعتداء عمر على الطائرة صدمته وإن كان قد تنبه إلى العزلة التي عاش فيها. كنا نراه في الصف فقط وفي مبنى السكن، لم أفكر يوما أنه سيقوم بهذا العمل. طالب آخر يقول إنه لم يسمع أي عبارة معادية لأمريكا من عمر، ولكنه يتذكر كرمه تجاه الطلاب الأفارقة. ودود مع الآخرين، يتفاهم معهم بأسلوب عادي وسلس. لم أتذكر عنه أو لم أعهد عنه أنه كان إرهابيا أو يحمل فكرا متطرفا. هذا الأستاذ هو من قام بتسجيل عمر عبد المطلب، وهو لا يزال يذكر أن جواز سفره كان يحمل تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة كمقيم في الإمارات، وهو الآن غاضب على الصورة التي ارتبطت بمدرسته. أريد أن أقول بأن هذا المعهد له رسالة. رسالة هذا المعهد يعني تختصر في أنه يريد أن ينشر التفاهم بين الشعوب عن طريق نشر اللغة العربية. الطلاب والأساتذة هنا ما زالوا يحاولون أن يتقبلوا فكرة أن يخرج زميل من بينهم ليقوم بعمل إرهابي، وأنه قد تلقى التدريب على هذه العملية كما يدعي هنا في اليمن.